استراتيجي بالشكل ده ليه؟ هو انت جديد على الكره المصريه؟ امال لو احنا جبنا مدرب سلوفيني هيعمل ايه؟ يعني هيكون مش مدرك يعني طبيعه اللعيبه وطبيعه الخطط وطبيعه الاستراتيجيات. مش فاهم يعني بصراحه التغيير غريب. تغييره يعني غريبه على حسب طبعا البوزيشن دلوقتي في الملعب هيكون عامل ازاي. هو دلوقتي بندخل عمر كمال مكان زيزو ويكون فعلا ممكن يكون بدل الشكل لثلاث مدافعين فقط و... يعني هيلعب مثلا بالثلاثه او بيلعب بالثلاثه محمد حمدي وعبد المنعم ورامي ربيعه دول الثلاثه اللي ورا ويخلي تريزيجيه وزيزو اطراف وهيدخل امام عاشور في وسط الملعب. ممكن يكون عمل دي وممكن يكون مكمل بنفس الشكل حمدي بيتقدم وزيزو بقى باك رايت ويتقدم ويخلي حد من لعيب الوسط يتاخر. لكن يا كابتن زي ما بقول لك التغيير الكتير بيكشف انك اولا لا تمتلك فلسفه واضحه وثابته، يعني ما عندكش قناعه بشكل معين جاي تطبقه ومصر عليه ومقتنع بيه وبتغير في يعني في اقل الحدود تقدر تغير فيها. بالظبط ده ممكن يعمله رينيه فايلر وهو جاي يستكشف الاهلي جديد. أيوة مارسيل أيوة كولر انا اول عمله على فكره بالظبط. عندك مساحه تجريب في مباريات الدوري العام، لكن انت في تصفيات كاس عالم امام منافس مباشر في مباراتين متتاليتين تغامر باشكال عدديه مختلفه وبتبدل في شوط، واضح ان انت ما عندكش قناعه بفكره بخطه باستراتيجيه، واضح كمان انك مش مدرك ادواتك تتوظف ازاي. يعني في شويه لخبطه كده. يعني اتمنى يا ربنا نتمنى ان شاء الله زي ما قلنا بس القدر القدر يعني ساعدنا قدام بوركينا فاسو ان احنا ان شاء الله نرجع للمباراه. يعني ربما ان شاء الله يعني لمحه فرديه لصلاح، لمحه فرديه لامام، حد ينقذنا كده. تريزيجيه ما شاء الله يعني ان شاء الله باذن يعني الله ربنا يكرمنا. انا النهارده توقعت ان احمد سيد زيزو هيبدا على الورق وينج رايت وقرب صلاح زي ما انت قلت للمرمى، وهراهن على تقدم حمدي فتحي هو اللي هيفاجئ المنافس بانه جاي من منطقه مش متشافه. حمدي بيعملها كويس جدا جدا وبنفتقدها حاليا. ده حقيقي. فانا قلت ده يمكن انا حتى كتبت قبل المباراه ان اللي هيحدد قوتنا الهجوميه حمدي فتحي هيصل لمنطقه الخصم ولا لا. ففوجئت ان كابتن حسام اصلا منع تقدمه تماما. ليه؟ لانه مطلع الظاهرين طول الوقت محمد هاني من الشوط الاول محمد حمدي واقفين بالقرب. لازم الاثنين سته يقفوا بالظبط. فالاثنين يعني واقفين وبالتالي زي ما قلت وبقرر تاني ست مهاجمين واقفين على خط واحد لازم يبقى فيه تدرج في التمركز. صحيح. بحيث ان انت تعرف تعمل تنقل الكوره بتخلق مساحه، لكن انت مسهل قوي 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 وعامل عمليه تباعد خطوط يعني سته اثنين. هي جزء تاني وربنا طبعا يوفق الجميع، لكن كمان على مستوى التغييرات خروج مصطفى محمد للاصابه ودخول اوف يعني محمد شريف كمان من اللعيبه اللي ماشي كويس قوي في دوري منتظم جدا، عنده خبرات كبيره كسبها مع النادي الاهلي، اعتقد في رايي الشخص كان هو المناسب اكتر من اوف. يعني انا اعتقد مش هيختلف معاك في مصر اي حد ابدا على ان كان محمد شريف هو المتوقع ان يكون بيلعب دلوقتي. محمد شريف في حاله فنيه عاليه جدا، حتى الجانب المعنوي في فتره من الفترات قيل ان كولر غير مقتنع بمحمد شريف. كولر في حواره الاخير بيقول ان كنت متمسك جدا ببقاء محمد شريف لكنه كان مصمم على خوض التجربه وانه يمشي. فده بيعكس لك ان كولر الرجل اللي احنا بنثق فيه قوي قوي وفي اختياراته ده تقييمه لمحمد شريف. وبالمناسبه صحف السعوديه بتتكلم على ان احتمال محمد شريف يخرج وانه ربما 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 الاهلي يكون لا ما قدم موسم رائع الحقيقه. فمحمد شريف مفيش اختلاف خالص عليه، مقدم موسم كويس جدا. تحركاته خبراته حتى مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر يعني لعب شويه خد ما تفاجئش. اوفه انا كابتن حسام ما زلت بشوف ان هو متاثر بماضي اللي هو انا هجيب اوفه من اللاشيء فاحطه في تصفيات كاس عالم فيسرق هدف. مش شرط، بص يعني ربما يسجل مفيش مشكله. يعني في اختلاف في الاجيال الحقيقه. يعني كابتن جوره الله يرحمه كان بيعمل ده مع نجوم يعني هشام عبد الرسول من المنيا، جيب الكاس من الاولمبي، لكن الحقيقه الكواليتي مختلف تماما ونوعيه اللعيبه مختلفه. اوفا لعيب كويس، لعيب بروميسنج، لكن محتاج شويه خبرات، محتاج شويه انه يعني يحط رجليه في الملعب اكتر. حته ان انا اجيب لعيب من نادي قد يكون في وسط الدوري ولا حاجه لازم يكون متالق جدا ولازم يكون عندي ثقه في امكانياته. لكن خلينا ان شاء الله باذن الله الامور تتعدل. خلينا نرجع تاني ونشوف المجموعه الثانيه من تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. نسيت اقول لك لازم كل مجموعه تقول لي مين الافضل اللي هيوصل مصر. يعني ان شاء الله مصر هتوصل. مش هينفع غير مصر يا كابتن. طيب المجموعه الثانيه عندنا السنغال لعب خلص المباراه او الجوله الرابعه عنده 8 نقاط. السودان عنده 7 من 3 مباريات يعني يفوز كمان يبقى متصدر المجموعه. كونغو الديمقراطيه 7، توجو 3، جنوب السودان 2، وموريتانيا 1. السنغال
هي المنتخب يعني الافضل، ولكن على اللي قدامنا السودان عامل مفاجاه لغايه دلوقتي. يعني لو السودان فازت هيبقى عنده 10 نقاط في المركز الاول. هي المفاجاه ان السنغال المنتخب واحد من اقوى المنتخبات في افريقيا تعثرين في اربع مباريات صحيح كتير على منتخب السنغال، خاصه مع خلينا نقول ان يعني مش اقوى مجموعه، يعني بص شويه ممكن نقول منتخبات متوازنه يعني. حتى في الترتيب الاخير منتخب موريتانيا اصبح بيقدم كره متطوره شويه صحيح. المنتخب التوجولي فرقه اللي هي برده ممكن يعني على ملعبها هتخلق لك مشكله. بشوف الامور ماشيه لحد دلوقتي. المفاجاه الوحيده فيها ان انا كنت شايف السنغال والكونغو هم اللي يمكن السنغال والكونغو هتبقى منافسه، هتنحصر بين السنغال والكونغو. خد بالك المنتخب السوداني في النهايه ممكن تلاقيه عامل لك زحمه، عامل لك صداع، لو مش هيساعدك هو يخلق لك يعطل، ممكن يعطل منتخب تاني. يعني مش المنتخب اللي هو يعني الدنيا تمشي بسهوله جدا. ولو لقى نفسه بيجمع نقاط مع الوقت، خاصه ان هو هيعرف يتعايش مع منتخبات زي توجو وجنوب السودان موريتانيا أيوه. هتلاقي في النهايه قدر يخلق لك صداع. لكن لو هقول لك مين هيصعد في النهايه، اول ما ندخل عند الجوله اللي جايه ومرحله الجد هتلاقي السنغال لا تفرط في اي نقطه صحيح، هتلاقي بتلعب جديه جدا جدا وقادره تحسم التاهل. طيب نشوف المجموعه الثالثه برضو في التصفيات المؤهله لكاس العالم، لان زي ما انت بتقول بعض المنتخبات الكبيره عندها تعثر في بعض المباريات الاولى. لسوتو طبعا ورواندا وبنين، جنوب افريقيا كمان، جنوب افريقيا يعني انت شايف 5-4-4-4-3-2. طيب محمد صلاح جول التعادل لمنتخب مصر. طيب الحمد لله برضو خبر الحمد لله كويس، وان شاء الله نكسب المباراه. مهم جدا. الدقيقه كام عندك؟ الساعه كام يعني؟ احنا بنتكلم في الدقيقه 75 تقريبا يعني قبل النهايه ب 20 دقيقه وربع ساعه. اعتقد كويس ان التعادل في الوقت ده مهم جدا، لان احنا كنا رايحين لطريق هيصعب علينا الامور. وزي ما قلنا ان احنا في النهايه رغم كل عشوائيه ورغم كل اخطاء قادرين في وجود محمد صلاح او لقطه من امام عاشور عندنا. بنكرر كلامنا تاني، جودتنا كافراد عاليه جدا، احنا جودتنا كافراد سابقه الناس دي بمسافات كبيره جدا جدا. حتى وانت سيء خططيا مع كم من الكوارث اللي ممكن ترتكبها على المستوى التكتيكي، قادر تتعادل وقادر تكسب وقادر تتخطى. وعندنا وقت، يعني الجون محمد صلاح في الدقيقه 70، لسه عندنا يعني 20 دقيقه غير الوقت بدل الضائع. ان شاء الله منتخب مصر يعود ويفوز بهذه المباراه مهمه. ليه؟ زي ما كنا بنتكلم بعض المنتخبات الكبيره زي السنغال، وهنشوف بعض المنتخبات الاخرى يمكن البدايه مش احسن حاجه، لكن احنا عندنا ان شاء الله بعد مباراه النهارده ان شاء الله باذن الله لو جمعت 12 بونت وتبقى فارق عن اقرب منافسيك، ده الحقيقه اكتر من 80% يضمن لك الصعود لكاس العالم. لان المباريات اللي جايه كمان مباريات، بتتكلم على جيبوتي، بتتكلم على اثيوبيا، قد تكون مباراه بوركينا فاسو بره لكن ممكن تعمل معاها تعادل، غينيا بيساو هتلعبك، هتيجي هنا مصر، وبالتالي الامور هتبقى اسهل كتير جدا جدا. نشوف المجموعه الرابعه من التصفيات، عشان كمان عايز اتكلم معاك في كمان في اليورو لو لحقنا اتكلمنا على بطوله اوروبا. المجموعه الرابعه الكاميرون بعد ثلاث جولات 7 نقاط، ليبيا نفس عدد النقاط بسبعه بعد 3 جولات، انجولا 5، الراس الاخضر 4، موريشيوس نقطه، واستواني 0 من النقاط. اعتقد المجموعه دي طبعا الكاميرون ماشي بشكل كويس، يعني فوزين وتعادل صحيح خالق منافسين ليه، مدخل ليبيا وانجولا في الوقت، لكن لسه الوقت بدري بعد 3 جولات. ممكن بعد الجوله الرابعه تلاقي الموضوع فرق، اصبح عنده فرق نقاط، وزي ما قلت من الجوله الخامسه هتلاقي جديه اكتر. هو كويس ان هو محتفظ بالقمه، كويس ان منتخب مصر محتفظ بالقمه، كوت ديفوار في محتفظ بالقمه، تحتفظ بالقمه في عند الجوله الثالثه الرابعه، عند السادسه قادر تعمل فارق، عند الثامنه قادر ان انت تحسم الامور تماما لان في فجوات. طبعا المرشح الابرز طبعا المنتخب الكاميروني. طب المجموعه الخامسه المغرب يعني جولتين ب6 نقاط، العلامه الكامله، زامبيا بعد 3 جولات عندها 3 نقاط، النيجر بعد جولتين عندها 3 نقاط، تنزانيا بعد جولتين 3 نقاط، الكونغو لعب مباراه واحده لان اعتقد في مشكله يعني في المجموعه ديت، لكن برضو المنتخب المغربي هو المنتخب يعني العربي. يعني هي بص واضحه الامور، اولا المنتخب المغربي بادئ الامور بجديه جدا، ما فرطش في نقطه، مكسبه في الجوله الثالثه يخليه فارق 6 نقاط بعد 3 جولات بس، يعني عند الجوله الخامسه الجوله السادسه هتلاقي الامور انتهت تماما، خاصه ان مفيش ملاحقين تقدر تقول. يعني منتخب الزامبي 3 نقاط من 3 مباريات يعني ضعيف جدا جدا، مش قادر صحيح. مش هيقدر يجاري منتخب عنده شموليه في القايمه وعدد كبير جدا جدا من اللاعبين قادرين يواجهوا التقلبات اللي ممكن تحصل على مدار سنه.
فبالتالي لما بشوف المنتخب المغربي زي ما قلنا في البدايه هو المنتخب اللي بيقدم نسخه متطوره وحديثه للكره، ما عندوش مشكله بسهوله يعني. جدا جدا ما عندوش مشكله يعني. في المجموعه دي. طيب المجموعه السادسه، في المجموعه اللي جايه ساحل العاج بعد 3 جولات 9 نقاط العلامه الكامله، الجابون 3 جولات 6 نقاط، كينيا 3 جولات 4 نقاط، بروندي 3 جولات 4 نقاط، جامبيا 3 جولات 3 نقاط، سيشل طبعا في المركز الاخير بدون فوز، ايضا نفس الكلام على ساحل العاج. بص انا هقول لك رقم واحد قولي. يقول ان الموضوع انتهى، يعني احنا دلوقتي في النقاط 9-6 هتقول عادي الدنيا عاديه، لكن بص له عليه 12 هدف لم يستقبل اي هدف، في حين منافسه الجابون 4 وعليه 3، دي فجوه بتقول لك ان ده هجوم شرس جدا. صحيح. ودفاع متين جدا 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 امام فريق عادي مسجل قد ما استقبل، 12 قصاد 4 واستقبال 0 قصاد 3، ده بيقول لك الفجوه ما بين ساحل العاج ومنافسه بتبين الفروقات، بتبين الفروقات. انا بعامل منافسيني في المجموعه ازاي وانت بتعاملهم ازاي؟ لا الدنيا بعيده قوي قوي، كوت ديفوار حسم الموضوع بدري. طيب المجموعه السابعه المنتخب الجزائري 3 جولات زي ما انت قلت فرط في جوله بالزبط. ب6 نقاط، غينيا 3 جولات 6 نقاط، اوغندا 3 جولات 6 نقاط، موزمبيق 3 جولات 6 نقاط، مجموعه صعبه جدا والامور كلها قريبه، بوتسوانا طبعا 3 جولات 3 نقاط، والصومال بدون اي نقاط. هل الجزائر هي ما زالت الابرز او المرشح الاقوى للوصول في هذه المجموعه رغم بعد 3 جولات عندك 4 منتخبات نفس عدد النقاط؟ شوف هي منتخب غيني منتخب يقدر يعني يخلق صداع يضايقك، يقدر يضايقك لو انت كمان استمريت في حاله التذبذب اللي انت عليه، يعني مفيش استقرار عند المنتخب الجزائري في الاداء. لو المنتخب الجزائري اخذ الامور بجديه ولعب كامل طاقته وتركيزه مش هنوصل للجوله التاسعه، يعني عند الجوله الثامنه مع المجموعه دي الامور انتهت، لان زي ما قلت بعيد وقرر تاني الفجوه ما بين لاعبي منتخب الجزائر وكافه لاعبي المجموعه فرقه، زي ما الفجوه ما بين لاعبي منتخب مصر وبين لاعبي غينيا النهارده وانديه منتخبات المجموعه فيها فوارق، فبالتالي بشوف منتخب الجزائر مرشح ومرشح بقوه انه يكون قبل الجوله العاشره موجود في كاس العالم. انا بتفق معاك. نروح للجوله او المجموعه الثامنه، المنتخب التونسي بعد 4 جولات 10 نقاط، ناميبيا بعد 4 جولات 8 نقاط، ليبيريا 4 جولات 7 نقاط، ملاوي 3 جولات 6 نقاط، غينيا الاستوائية 3 جولات بدون أي نقاط، وسامتي ده طبعا في المركز الأخير، تونس كذلك، ولكن كمان ناميبيا من الفرق اللي ممكن برضو تضايقك شوية. ناميبيا فرقة يعني الفترة الأخيرة في أمم أفريقيا بتقدم شكل يعني خططي في تطور، لكن منتخب تونس من افضل المنتخبات اللي بتعرف تجمع نقاط ومش سهل تكسبها ومش محتاجه تكون في افضل حاله عشان تكسب، فهو المنتخب التونسي متمرس على طبيعه المنافسه دي وطبيعه كاس العالم، فاعتقد انه ماشي بشكل كويس جدا، ما استقبلش اي اهداف، تعثر وحيد في تعادل وحيد، مش هيتكرر كتير مع مجموعه سهله انه يحصر المنافسه بينه وما بين ناميبيا فقط، هيعرف يخلص عليها، ناميبيا هيتعثر يعني أكيد. ناميبيا مستواه متقارب من المنتخبات الثانيه، فاعتقد برضو المنتخب التونسي هيحسم صعوده مبكر جدا. انا بتفق معاك كمان في هذه المجموعه. نشوف المجموعه الاخيره، المجموعه التاسعه، مدغشقر 3 جولات ب6 نقاط، جزر القمر ب3 جولات 6 نقاط، غانا 3 جولات ب6 نقاط، مالي 3 جولات 4 نقاط، جمهوريه افريقيا الوسطى 3 جولات 4 نقاط، وتشاد في المركز الاخير بدون نقاط. برضه شكل الترتيب مش واقعي، انت بتتكلم المفروض غانا ومالي افضل بالظبط فرقتين في هذه المجموعه، ولكن فرطوا في بعض النقاط يعني. يعني غانا برضه من المنتخبات اللي ما زالت ايضا تعاني من فكره التذبذب، ما فيش استمراريه، يعني ما تعرفش منتخب غانا حلو ولا وحش. عنده عناصر كويسه جدا لكن ما فيش ثبات، ما فيش اداء تقدر تقول ان هو في ليفل عالي او في ليفل منخفض، لكن في النهايه وقدر ينافس. منتخب مالي من المنتخبات اللي عندها عناصر قويه جدا، يعني انا على يقين ان هتنحصر المنافسه من بعد الجوله السادسه ما بين غانا ومالي، وهتعلق، دي يمكن من المجموعات القليله اللي هتعلق المنافسه فيها للجوله الاخيره. تقول لي مين يصعد؟ اتوقع في النهايه يكون غانا هي المنتخب اللي بيصعد. طيب خلينا نروح لبطوله كمان، بطوله خلصت، ونتكلم شويه على ريال مدريد وفوزوا طبعا البطوله التشامبيونز ليج رقم 15، والحدث الابرز على مستوى العالم اخيرا امبابي في ريال مدريد. شفت ده ازاي؟ شفت
او شايف من وجهة نظرك هل امبابي سيعيد مرة اخرى النجم الاوحد في ريال مدريد بعد طبعا كريستيانو رونالدو؟ شايف الانتقال امبابي ازاي لريال مدريد للموسم الجاي؟ شوف، انا بشوف ان انضمام امبابي الى ريال مدريد مع الحفاظ على الاستقرار الفريق ربما يعيد كرة القدم والليجا بالتحديد الى اللا عدالة. اللا عدالة دي انا باخدها من مورينيو لما كان بيقول دايما انه ليس من العدل ان يلعب فريق امام منافس في ميسي. ده اللي هيحصل مع ريال مدريد. يعني هو ريال مدريد متوحش، ضفت ليه اهم وافضل كواليتي للاعب في العالم، فانت هتنقل الفريق هنا من فكره انه متفوق على منافسيه الى انه متوحش، الى انه ليفل مختلف تماما. هتصل لمرحله، خلي بالك في ناس تيجي تقول لك انت متصور ان مبابي حاجه عاجله جدا، هو ممكن الامور تختلف اوضه اللبس، لكن في النهايه اللي بيركز جدا جدا في امكانيات كيليان مبابي ويعرف انه اكيد هيمر بمتغيرات وحاجات، لكن لما يصل الى قمه مستواه مع الثبات اللي حصل في ريال مدريد لا انت هتبقى. لا، وكمان انت بتتكلم على حلم، انت بتتكلم على حلم لطفل صغير من هو صغير بيفكر في ريال مدريد. ويمكن زين الدين زيدان اتكلم ان هو ساعه ما كان متواجد في ريال مدريد كان امبابي متواجد عنده 13 14 سنه في الاكاديميه، فبيعمل بعض الاختبارات، فالناس اعجبت بيه جدا، ولكن في الاخر ما راحش، يعني النتيجه يعني لظروف اسريه ما راحش. فبتتكلم على حلم ولد لسه عنده 8 9 سنين وبينتقل اخيرا ل او بيحقق حلمه بالتواجد في ريال مدريد، اللي هو زي ما انت بتقول في افضل حالاته بالظبط، وهو وامبابي في افضل حالاته بالظبط. ومع افضل حالاته عنده خبرات وتجارب وتراكمات، يعني لعيب واخد كاس عالم ولاعب نهائي كاس عالم وبينافس على افضل لاعب في العالم، فبالتالي هو واصل في مرحله مثاليه. العناصر حواليه في ريال مدريد متطوره بشكل غير عادي، يعني كامافينجا متوهج، فالفيردي، بيلينجهام بيقدم مستويات عاليه جدا، فينيسيوس جونيور اللاعب المرشح الاول او الاوفر حظا للفوز بالكره الذهبيه. فانت فعلا قدام مستويات بتخليك رايح لنسخه متوحشه من ريال مدريد تعيدنا الى نسخه جوارديولا ميسي مع برشلونه. هيبقى في فجوه ومسافه كبيره جدا. الامر متوقف على ايه؟ متوقف على قدرتك على اداره هذه الكوكبه من النجوم. النهارده احنا بنشوف ان في تقارير كتير بتربط خروج رودريجو مع وصول